لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة، إذا أدخل في البحر، وفي رواية عند غير مسلم إلا إذا أدخل المخيط فغمس به في البحر غمسة واحدة. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: فدل هذا على أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه جل وعلا، يحب منك أنت أيها العبد أن تسأله وأن تدعوه وأن تسأل الله جل وعلا كل أمنية لك، فإنه هو الغني.